عبر سكايب مباشره مريف دمشق. انضم لنا ياسر الدوماني الناشط الاعلامي. ياسر مساء الخير، اهلا بك معنا. اذا ما تفاصيل هذا القصف وهذا الخرق للهدنه؟ قصف اذا على الغوطه الشرقيه على بلده دير العصافير تحديدا، وما الحصيله الاخيره للضحايا؟ نعم، مساء الخير سيدتي. يعني بالفعل أكبر مجزرة نوثقها من بدء سريان الهدنة في كل سوريا، ليس فقط في الغوطة الشرقية. نتكلم عن 32 شهيدا في بلدات الغوطة الشرقية، وبالتحديد يعني منطقة دير العصافير. يعني قبل ساعات من الآن قامت طائرات الأسد بشن 10 غارات جوية على مناطق مدنية ومرافق حيوية وعامة في منطقة دير العصافير. نتكلم عن قصف الدفاع المدني، مقر الدفاع المدني في المنطقة، عن قصف المستشفى الوحيد في المنطقة، عن قصف المدرسة في المنطقة، وسقوط عوائل بأكملها بين شهيد وجريح. مدرسون استشهدوا، طلاب المدرسة عدد منهم استشهدوا في المدرسة. الغارات كانت في آن واحد حول المدني وفرق الدفاع المدني إخراج جرحى في المنطقة لتباغتهم طائرات الأسد من جديد وتقتل كل من حاول إنقاذ الجرحى في المنطقة. لصعوبة يعني الوصول إلى منطقة دير العصافير التي تسعى قوات النظام يعني بمشاركة ميليشيا أبو الفضل العباس إحكام الطوق عليها عبر السيطرة على تلك البلدات، وهي جنوبي العاصمة دمشق، عبر يعني زج آلاف المقاتلين من لواء أبو الفضل العباس لمحاولة السيطرة على المنطقة. فاستحالت فرق الدفاع المدني الوصول من المناطق الأخرى إلى مناطق جنوب الغوطة. طيب، هل من معلومات لديك الآن عن الوضع الإنساني في الداخل، خاصة وضع المستشفيات الميدانية لإسعاف الضحايا؟ يعني المستشفى الذي كان يقدم الخدمة لخمسين ألف مدني في المنطقة، حوالي 2200 عائلة كما ذكرت سيدتي، تضرر بالكامل، خرج عن الخدمة. المستشفى كان يراجعه تقريبا 8000 مراجع شهريا. خرجت الآليات، سيارات الإسعاف عن الخدمة. نتكلم عن دمار المستشفى، الوضع الإنساني مزري، معظم الجرحى أعدادهم يعني مرشحة للارتفاع وليصبحوا شهداء. عندما نتكلم عن 32 شهيد فهذا العدد المهول بسبب عدم القدرة على إسعاف يعني الجرحى والمصابين في المنطقة. لا يوجد أي خدمات طبية في المنطقة بسبب تدمر المستشفى بشكل كامل. بنيته التحتية، معداته غير موجودة، سيارات الإسعاف غير موجودة. الطريق الذي ربما تدخل من خلاله سيارات الإسعاف هو مقنوص، وهو طريق ترابي يستحيل الدخول من خلاله. الوضع الإنساني مزري بشكل عام، لأهالي يقطنون في منطقة هي الأخطر في الغوطة الشرقية والأخطر في العالم. شكرا لك ياسر دوماني الناشط الإعلامي مريف دمشق، كنت معنا عبر سكايب مباشرة. شكرا.